فنوقع معاهم اتفاق اطاري. الان نوقع معاهم اتفاق اطاري ده منه؟ ده الجيش ده برضه. عشان كده نحن قصه ان الجيش يقول انا طلعت من العمليه ويسلم البلد لاخوانا ولعملاء سفارات. الجيش ذاته طلع قبل كده يشتكي منهم وقال نزل مكة من السفارات من معلومات الدولة. نحن نحمل الجيش المسؤولية كاملة. أن يتدهور حصل في البلد ده في ذمتهم ومسؤوليتهم الدستورية. أي استهداف لهوية السودان في ذمتهم ومسؤوليتهم الدستورية. أي تعديل في وحدة السودان في ذمتكم ومسؤوليتكم الدستورية. أي انتقاص لسيادة السودان في ذمتكم ومسؤوليتكم الدستورية. ما تفتكروا كده أنتم طلعتوا من المسؤولية. نحن نحمل قوات الشعب المسلحة والقائد الأعلى والقائد العام لقوات الشعب المسلحة من كل تداعيات هذا الاتفاق الإطاري وكل تداعيات اتخاذ قرارات خاطئة بل خطيئة وصلت البلد لأطول مرحلة انتقالية وأسوأ مرحلة انتقالية. ما يفتكوا نفسهم هم ما عليهم مسؤولية. عليكم مسؤولية ويجب أن تنهضوا لهذه المسؤولية.